كورونا هم ازرق فقط وزيد التلفزه نوصل يا حول ولا قوه الا بالله العظيم. كم العاد من عكس هذا عادي نحل تليفون يقول لي نوصل يا ما فيش قلق خويا. الامل الوحيد شعب البوماي ما فهمش شنو سينيال ما نعرفه ما يخليش بيا على الاقل ستوريات. شنو يا ميجا بيسيو يسمع في غنايات بيتون زين ما يسنين انتيا بلا بنعملو طلا ميجا بيسيو هذا بارامون قبرة دون نأسف على انقطاع البث. سعوديين يطلعوا القطر يوم يحد قشرة ده عطينها بالريق ليه توانسة دوما لحظة الحوجة دوما دوما ما دوما توانسة أخوان برجو ليه حل بيعي وحايدة هكيكة دبابة تنسيش. ألو عسلام أخوة صباح الحمد لله. بالله دخلت انا للانستغرام توا معناها لقيت ستوري معناها مهبطين انتوما في الباج نتاعكم. صدقني من الاول في بالي بيكم ما كمش من تونس اما كي دخلت لقيت معناها كومنتاريات بالتونسي وكذا حبيت هكا معناها باش نشوف اش تعملوا اش تعملوا انتوما بالضبط تبيعوا بي سي ايات تعملوا ماتريال شنو هي بالضبط؟ نعم؟ من صوتي عرفتني؟ الحمد لله يا اخويا كلاي معاك يا اخويا بارك الله فيك ربي يعزك وانتم اخويا باللي تعملوا فيه زادة ما شاء الله صح. جيت انا حبيت معناها باش ناخذ فكره اخويا على معناها الاسوان ونتوكل على ربي معناها نشري والله تنجم تقول اكيا شويه اخويا تسجيل على شويه خدمه على شويه معناها لو عب فيفا جي تي اس تريمينغ فهمت هكاك يا خويا هي معناها الميزانية نتاعي نتاع كورونا ماك تعرف في باهي هي باب جديد باش نبي قوس مازلت غادي نخلص لك فطور صاحبي كي تجي وجاي ومعناها وجايتك عزيزة على الاخر والله مرحبا بكم الكل باللي كيبا الكل اللي كنت حب وما ينسى عليك باي باي ان شاء الله. هاو طلع تونسي ومحليها على الاخر باهي صاحبي اوه هيك البوما يا مان بانك صح شوفوني لا باش تواتيك على الاخر هبط شوي هبط هكا هبط هكا هكا جيرك انت ايوا هاي صح قل لي انت بيه انا نفسر لك انا الحاله نجمنا باش تبدا فين انا صاحبي ما تعرف انت تو كورونا ما عادش فما حركة حتى معناها استوديوات لازم بالرونديفو لازم برشا حاجة ومعناها هو قلق والبلاي 5 معناها في بالك بقدايا باش تهبط وانا ساعة مغروم ابار الخدمة نتاعي عندي هكاك ضربات فيفا جي تي اي كذا فهمتني انا اخويا دخلت معناها الباج نتاعكم ما في باليش من تونس تنمو بالرسمي كاليتي باهي مش معناها في وجهك كي دخلت ولقيتكم حاطين الاغنيه نتاعي وعاملين عليها الواحده عجبتني الفاز جيست انت فسر لي اش تعمل تبيعوا بي سيات حاضره تصنعوا بي سيات شنو نعملوا بالضبط؟ تعرف شنو نعملوا بالرسمي
رسمي ليت كما انت قبيح في الراب احنا قبيح في الانفورماتيك بالرسمي راهي نعرف ليت الماكينات والدنيا وفازيت ونفسها شنو انت في مخك نعمل بالرسمي نبيعوا في التكنولوجيا ومعها الاغراض نتاعو فهمتني باش نطولش عليك كل شيء انت شنو مشكلتك تقول تحب تستريمي معه تحب تسجل اغنياتك تحب تدخل الجيمين وتشوف ملعب ماذا بيها خنقت الكورونا فديت وكل شيء مخنوق على الاخر جاوك على جو بالرسمي نحكي معك جاوك على جو ايوه والسوم صاحبي نعرف جو ايه السوم مش مشكلة كلايب كلايب كله تدخل السوم كلايب ما يغركش كلايب كورونا لدعمي على الضبعي توا كلنا مش مشكلة دعوا روحنا شيء نلقاو حل والله ويساعدنا زوز الحل يساعد الشعب الكل تونس الكل فرحان يا خويا اي معناها انا اخويا متاكد من كاليتي اللي حاجه به وكي زاد فرحني الصوم بقى السؤال المسؤول بر... الوقت في قد ايه هذا ان شاء الله موش بعد ما توفى كورونا هاي برج ولايه برج ولايه معناتها تبدا نقول حكايه 3 ايام هكاك فهمتني 3 ايام هذا اما على خاطرك انت برا جيب قهوه ويجي نجيب قهوه ونجي نجيب قهوه نجيب قهوه نحكي لك نجيب صاحبي قهوه 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 برك عادني قهوه وفطور قهوه وفطور نجيب لك القهوه ومن بعد فطور وانا فريق وديك وين اوميجا بي سي روان صحه الراجل اللي كان هوني مين ومشى؟ اللي دخل بيته وخليته هما؟ ما صاحبك شو مين فيه؟ عندك الحق وبين؟ يا ميجا بي سي ايش تعمل في بيت النوم؟ ها؟ البيت هذيك ولا بيت النوم صح؟ بيت الركشة بيت الركشة؟ بيه قاوتك قاوت اخويا باش تبدا نحسب؟ باتية ولا سريع؟ شامل؟ أهلا بيك وبيك شد قهوتك سير؟ قهوة عربي يدي قهوة عربي في ثواني ما مينة؟ دوخ عادة شبك فيها؟ شبيها شبيها هكا دنيا كحلة سير فيها فكر؟ فيها كل شيء وانه فيها بس معاه البسكوت وكل شيء ايه؟ ايش نوه انت شعملت معنا؟ تشوف اتفرج نشوف شنايا كملت ما قلت تحب عفو ما قلت لي برا جيب قهوه ويجي نحكيو ما انا قلت لك بدليه اللي كنت تربي ثلابيه والله في بالي تفضلك قسم بالله يا ودي تهنى ميجا بي سي معاك والله خويا ورينا خلينا انا بنلعب في بيت كاين ما عارف احنا اوريك ايه بيزا بيت يا دي كي نكتب استنى تنجيهم بعض دفني حبيت على التي سي وبلاصه التي سي يا صاح ها نجح اللغه تنجح بمونسيون زيد هذا هاك البركان خويا بركان وهاو كادو زيد مع خويا ذايا حي بركان صغير تروادي اه صاح فنان صح وا صح ولا معلم صح الميكا بي سي معاك بالرسم نحكي لك عن الأخطاء اللي عملت نحن نشوف الأخطاء يعني هوني يا كلايبي بيجي بوركين هاي فسر لي صح فسر لي هاي البوركين أنا معاه انت فيها ذاي بالذمة حصلنا هورك لك انت حاجة كما تحب انت مبرنسيب كما غنياتك كما ديما نار شاعلة البوركين دي جاء في التام معلم صح ديما البوركين البيت هذي خليت فيها التربزة دي كبارك أنا عارف عارف يا ولي عندك هذا الكل ما شاء الله وايد طابلتك خويا والميكرو هذا مليك نجاوب هذاك ما عاد الوايد شارك هاي هذا ما هو مش هذا نحكي هذا بعد نحكيو على الاقطاع باردي طيب احكي لي على بيتك انت عجبتك كيفاش ولات هذه انا عجبتني بركة احنا متفاهمين على بي سي كلمتكم انا راهو اما خويا كوات رواياتك خويا وفازاتك ودنيتك اما هذوما نسقتهم على الدار لقدرتوني صح نسقتهم على الدار عيد ميلادك انا مستحيل كي نسال البنايه تقول لي مام اصحابك ولا معلم صح لا يرحم والديك والله رسخون هاكو حطينا شويه فازيت ان شاء الله ما عندكش ما اكبر ميجا بي سي والله صاحبي تستاهلوا كل خير اقسم بالله والله والله ربي معاك اما حاجه صح اليدو الدنيا تفرج الدنيا كبيره بالالوان لحظه بالله
والله احلى بس هي دي يا اخويا كنت فارق وحطها مكرر انا بس علي المياه هذا ايش هي المياه في وسط دي سي هذا كم شي برد الكسل وفي بالك انت ايش عملت ابار معناها اني بي سي قدت لي قد اخويا بي سي الرخشه بالرسمي على خاطر فما صاحبي لوميير نتاع تصوير فما معناها ميكرو فما نتاع مونتاج الامبيونس كامل نتاع الصحاب يا ما كان صاحبي بالرسمي نزيد نو كان على الصور يا ودي جوك احلى جو الصور كيفاش خلينا نفهم يا ودي ما قلنا فن ميكا بي سي معاك يا راجل يا احمد كم ديالك ما عندك والله صح شاب شوية تستريمي تو بيان سور نحطوا لي جو عباره انت جبت الواحد برشلونه وقلت له باش تربح بتبيع جوني صح هيك كلام صح تفهمنا من في اشتياء وفي شيء ديانا شان في شان الميك اب سي اكيد هاجي نحكوا له بيحكوا معك شارو مش نحكوا له على شارو ساعه بساعه ابار عاطفه وابار ساعه كل شيء اخويا ما شاء الله علاش على خاطر بالرسمي كاليتي وبالرسمي انا كنت في بالي بي سي بركه ظهر التركشه بيه. اما انت ما تعرف الجام نتاع معناها بيبليك لا عايشه ما نجموش ناخذوا على بيت تكايم قداش تعمل هي بيت تكايم من غير معناها حتى شيء ولا اسمع برج ولا انا في عندي برج البيت وانت مثلا في العيد نسحق وشنو فهمتك ديجا تدخل على سيت الانترنت تلقى برشا حسابهم وتلقى الموديلات يعني انا معناها القصد نتاعي اللي يحب يهون باش يعمل بيت هكا اي لازم يشري على روحه بيت واللي خويا ما يقدرش يهون شو نعملوا؟ هذا نعملوا بلا سميس بلا سميس انت ركش روم بلا سميس بلا سميس ما تعرف لا سميس النجم واحنا في فطار ومازال رمضان ينجم لا سميس بعد رمضان يا حبيبي تكون دولة بيوقراطية وحبيلها طويلة على الاخر ما تعرف انت تعرف انت عاملوا ليلة 27 ليلة 27 اي نعملوا ركش روم نحطوا واحدة كيف وي هيك الواحد باش يبارتاج ويعمل كومنتير شباب على الاخر ولا اخر كومنتير نقولوا الكومنتير الاخراني الكومنتير الاخراني اي 27 شكون والديه داعي علينا بالخير والله انت اللي والديه داعينا في اي ولايه في اي بلاصه في خويا نون سمو منا معناها الناس الكل البي سي الاولانية من ميجا بي سي من غير اس ام اس لازمك تحط الكومنتير الاخريني في الباج من ليلة 27 وتو معناها بيانتو باش نعبطو لكم كل شيء في الانستغرام نتاعنا الزوج وفي الفيسبوك نتاعنا ومن بعد خويا رمضان كي يحضر النمر باش تولي ان شاء الله بالاس ام اس اما عندكم فرصه ما تتعاودش ديما صح ديجا انا نعطيو اون ديتاي معناتها شنو باش يربحوا اما ما شاء الله انا فرحان صاحبي شفت انا فرحان بالحيط هذا بار كيفاش خويا ديما تجي حومه خلي نخاف نعطيك مصطوم والله هكاك صاحبي والله انا انت جبت لي فكره نتاع تيتر السيف ايبيزا اسمه ايبيزا وباش نخدموا في البيت هذا ان شاء الله وكي باش نخدموا باش نصوروا اليوم مضبوط خويا ان شاء الله انا نشوف في الملاعب او كلاير يا طاوله والله طاوله في خبيه ودي حاجات في خبيه اللي زينك انت لو جوك احلى جو صاحبي ما شاء الله وغير عارفه والله اما صاحبي بالرسمي فرصه عندكم في ليله 27 ما تعاودش ديما والله حاسب اللي داعين على ولدي بالخير ان شاء الله يربح معنا ان شاء الله يربح خويا صاحبي اي بلاصه في الجمهوريه ولا اس ام اس اس ام اس ونجيبكم الشيخ كلاي اون بيرسون بالطبيعه هي حاجه دايما معناها باش نوضحوها للناس كل واحد باش يربح معانا سواء في ديت 27 ولا بعد بالاس ام اس كل واحد باش نقدم له بيت باش يبدا معانا حاضر كلاي بي بي جي مع ليكيب تاع ميكا بي سي اللي هو واحد منها ولا توا ديجا فهمتني؟ ونحفله عندك الحفله حفله بريفي عندك الحفله حفله بريفي صاحبي تستاهل مليان من ميكا بي سي معاك والله هيك وستريمينج نتاع كلاي كيفاش خويا انا ما تعرفني صباح الالاف الكومنتات نشوفوا الاحوال نتاع البلاد في رمضان ونفطر ستريمينغ في رمضان نبداو في رمضان ان شاء الله مالا خويا تسمع كلامي؟ اسمع كلامي الحلقه هذايا نهبطوا انا مازال في معناها رمضان اول نهار نهبطوا هاي ركشه الامور انا كلاب شاي ستريمينغ وجابكم احلى جو خويا هكا هاو صح وشات مالا الحلقه هذايا واللايف ان شاء الله نتاع ستريمينغ الاولاني في رمضان مع بعضهم يا رمضان على بركه الله هاي برا ان شاء الله خويا ان شاء الله ديما معاكم يا كان بي سي صح والله صح اخويا هاي سلام
يا هوني راك شاروم صار مع الميجا بي سي عمرك ما تخمم لا في كاليتي ولا في زوم يا قولو قولو ها تقوم من نوم بكري من راح محروم تمشي للخدمة ولا للقراية مهموم كانك مغروم بالجيمينج غال عليك سوم تجيك الميجا بي سي وتعمل لك راك شاروم هوني راك شاروم بيت الغرام يا بنين كل شي دمدوم مع الميجا بي سي دوريجين بطلت تحب تولي ستريمر ولا جيمر كي المغرومين راك شد اسوى 30 مليون تربح بس ماس بالفين تقوم من نوم بكريم الراح محروم تمشي للخدمة ولا للقراية مهموم كانك مغروم بالجيمينغ غال عليك السوم تجيك الميجا بيسي وتعمل لك الرك شاروم الرك شاروم اورايت معانا الايروس والجيجا بايت تونتي كوفيد عونتي روتين معلق لك قديمة في فايت هيا وعلى ما غير ما نطول عليكم الميجا بيسي في الديتاي كل تدقق ومعاها هيا اذا كانك مغروم بالجيمينغ احلامك تتحقق